اتفضل تعال معلم. السلام عليكم. اهلا. ازيك يا ابو النسر؟ المعلم حسام. عامل ايه يا ابو النسر؟ تعالى يا معلم. ازيك؟ تعالى يا حاج. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مرحبا. عامل ايه يا حجوج؟ ايه الحلاوه دي يا عم؟ ازيك يا ياسمين؟ ازيك يا ابو؟ عامل ايه ياسمين؟ صحتك عامله ايه يا عسل؟ الحمد لله. فينك يا حاج؟ صحتك عامله ايه؟ والله الحمد لله حلو. وحشني والله. والله انت اكتر يا عم. فينك يا عم؟ يعني يجي قاعد كده اشوف بنتي كده عامله ايه واشوف جوز بنتي. يا لهوي، ده انت عايش عارف تعرف معزه قد ايه يا حبايبي. والنبي يا بطه جيب لي شويه ميه اشرب. النبي ماشي يا يلا ياسمين والنبي ثانيه كده. لا ايه، خليها قاعده طول الوقت تعبانه يا عم. اقوم اجيب لك انا يا اخي. قاعده تجيب هي. خد خليك يا ابو احمد، ما منك يا رب. هو كده على طول. هو كده بيجيب بيعمل كل حاجه. كل حاجه بيعملها؟ كل حاجه بيعملها. الله يا بنت ابويا، كرمك كرم كده من جوه. الله يديك راجل طيب. خد يا معلم. سيد الفل يا حاج، عامل ايه يا باشا؟ عامل ايه يا حاج؟ لا وشبه يا حجوج. انت عامل ايه يا حاج؟ مالك عاملين ايه والدنيا عامله ايه؟ والله الحمد لله. حلوين؟ والله عايشين بخيرك يا حاج. ربنا يخليك يا رب، والله العظيم صدق بالله. عامل ايه؟ الحمد لله يا بنت. انت عامله ايه؟ امي عامله ايه واخواتي؟ الواد احمد عامل ايه؟ حلو والله زي العسل. حلو، صحته حلوه كده؟ حلو والله. والبنت نوار عامله ايه؟ كلهم حلوين اهي جارفين اهي. يا نوار ربنا يخليك لجدك يا باه. ما تقوم والنبي يا ابو احمد الغساله زمان خلصت البرنامج، انشر حبه الهدوم. حاضر. عاوز حاجه يا معلم؟ ما هتنشرها تيجي حاجه. اروح اشوف الغساله واجي. ماشي يا حاج. ماشي. ايه يا بنتي فين؟ ما هو يابا اللي بيعمل كل حاجه. كل حاجه بيعملها؟ كل حاجه. بيغسل الهدوم؟ لا الغساله بتغسل، هو بنشره. بنشره عادي كده وانت قاعد مش بتعمل خالص؟ لا مش بيخلينا نعمل حاجه. بس صدقي بالله؟ لا 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 الله. انت ربنا يكرمك راجل طيب. راجل طيب حق. الله يخليك يا رب. وان شاء الله ابوك هيخش الجنه من سببك. رزقي والله انت اللي جوزتهولي. انت طيب. ربنا يخليك. عملت معايا ست الكل. ماشي. طب عرفت الطير؟ لسه شويه كده. ايه يا معلم انت مالك بتبص لي كده؟ فين؟ والله مبسوط بيك يعني. انت ربنا يهديك انت وهي هلا جامد جوه. ربنا يهديك لها. ربنا يخليها لي ولعيالي. ربنا يخليك. المغرب هيقدم يا ابو احمد جمعه اللي في الطير. ما نقعد مع رجلي شويه بس يا حاج. ما هو ابويا قاعد اهو، هيروح فين؟ اعلف الطير تعالى. وين الطير تعالى؟ حاضر. هو بس خمس دقايق، مش هكمل خمس دقايق واجيب. لا طول ان شاء الله. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. لا اله الا الله. والله يا بنتي ده رزقي والله، رزقي والله، رزقي والله، رزقي سبحان الخلاق. هعمل ايه يابا؟ مع شغل البيت تقيل عليا، مش كان يساعدني اروح فين واجي منين؟ العيال مطلعين عيني. واشتغل معاك على طول كده؟ امال ايه، ده يا دوب عليا العيال وهو شايل البيت كله. شيل وشيل كده؟ الله الله يهدي دول طيب. ربنا يخليه لك يا ربنا. صدقي بالله اقسم بالله هندي راجل طيب من الناس الطيبه. عارفه يا بنت امك تقول لي اعدل حتى السله حتى؟ والله ما قاعده في دقيقه واحده. يابا اسكت يابا، مش هتعصي علي يا بنتي. ماشي بس هو هتقول كده قدام يا بنتي؟ يا بنت ركوب علني. هنعمل ايه؟ ها؟ ما هو مش ما انا مش هقدر على البيت لا اروح. ومش كتر خيرنا اللي احنا نسبناه ورضينا بيه، هو كان حد راضي بيه؟ بس انا راجل طيب. ايه؟ انا راجل طيب. طب هاني حد غير قاعد هنا بيعمل حاجه برضه كده برضه؟ عادي. عادي ازاي؟ عادي يا اخي مش فيها حاجه. هو ما يساعد مرته حرام. لا والله ما حرام ولا حاجه. يا حجوج. مرحبا يا حاج هاني. جيت لك يا معلم. ربنا يخليك. عامل ايه يا حاج؟ والله الحمد لله. انت عامل ايه يا اخويا؟ الحمد لله والله. يا حمامه يا عزيز انت. صدق بالله؟ انا بحبك والله، والله بحبك يا عم. انا مبسوط ليه؟ انا مبسوط. البنت البنت بدي مالها يا مش عارفه شنجنه ليه؟ بس انت هي كده تقعد تلعب وشقيه يا عم، هعمل ايه يعني؟ الحمل كله عليا، مش هساعدها انا في البيت؟ مش نزلت البطاطين من على السطح. بدي بدي دواء يا ياسمين ولا حاجه؟ روح هات كاسه الدواء. لا خليك قاعد وانا راح احط لها اداه الدواء. خليك قاعد. ماشي. الدواء في الثلاجه. في الثلاجه؟ اه. حاضر. يا بنتي هو فين بالظبط؟ ايه يا رجل؟ ايه الطيبه دي؟ رزقي يابا، انت انا مستخسر فيا الراحه. ده انا كده احسدك يا بنتي. ليه؟ والله كده احسدك. ده امي لما بتيجي هنا بتنهك. لا والله. امال ليه بيقول ابوك مش بيعمل كده ليه؟ اديتها دواء من هو النظير اللي جاي امبارح ده.
وانت هتصحي حجاني؟ راح فين؟ هقوم اتوقع. لا والله ما قعدت معك. لا 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 هقوم اتوقع. والله ما قعدت معك. لا انت بس شوف، انت بس شغل البيت ايه، انت شوف مصالح البيت ايه، عشان شعبك يا عم خلص. يلا اقعد معايا. لا 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 شعبك بقى خمس دقايق. طب اقعد. يا عم لا 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 يا اقعد. يا حبيبي حجاني. حبيبي. الله. حبيبي حبيبي. مش عايز حاجه انت؟ يا اقعد. حاجه البنت كانت بمشي لسه والله. ايوه. هات يا حاج هاني البطاطين من فوق وتعالى. ها بس ما طلع بس حرايه بس عايز حنتي. طب خليك يابا ما اجيب البطاطين. لا يا حبيبي علشان هاني اخضع في الشغل بس هطلع بس رايي بس واجيب. خليه 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 انا بس دور تعمل حاجه. ما انت طالع عشان هوا الهوا سدك الهوا سدك يابا. وانت واقف كده اطلع هات البطاطين. ريح رجليها شويه من الصبح عمال اجري هنا واجري هنا. انت عملت ايه؟ حل الطبيخ اللي طبخته كفايه. ما انت قدام ابوك عماله تقول روح وتعالى وتعالى ودي كلام بينا وبين بعض. لا يا حبيبي كفايه شك كده غلط كده. شو ابوك غريب. بيقول ايه؟ ابويا غريب. لا ينفع كده قدام ابوك؟ ابوك يقول لي مش غريب مبسوط بيك اللي انت قاعده ومرتاحه وانا مريحك على الاخر. ربنا يخليك لنا بس قوم هات البطاطين من على السطح. حاضر يا ستي حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام. مش تتاخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شفت فيديو ده معايا؟ طبعا انا رحت ازور بنتي النهارده. طبعا لقيت جوزها جاي بالمهمه يعني السريه كل لقيتها طير يقول لي ماشي، الغساله يقول ماشي، عايز اشرب شاي قال لي عم اعمل لك شاي. طبعا الراجل مهما كان مريض في اي مكان الراجل راجل والست ست. طبعا الست عليها شغل البيت، نظافه البيت، مصالح البيت، وراجل عليه مثلا هو يشوف مصالحه، يشوف بهايمه، يشوف ارضه، يشوف اي حاجه له يعملها. طبعا الست ست وهي راجل. طب احنا ليه نخلي الوليه تقعد وتترخ مكانها كده وراجل يقوم مهمه البيت؟ يا جماعه ما ينفعش. الراجل في كل مكان راجل، والست في بيتها ست في بيتها. ما ينفعش احنا نخلي الراجل يقوم مهمه البيت مره وما يقوم مهمه الراجل. يعني ينفع المره تسرق السكه تشتغل في الدنيا وهي نايم في البيت؟ ما ينفعش. طبعا يا جماعه احنا عايزين نقول راجل في اي مكان راجل، والست ست. والست طبعا في الشير وفي الاشتراكات وفي اللايكات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبي وقلوب كويتهم معاكم.